السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب وصبايا رجعنا في فيديو حلقين. اليوم بلشنا مشروع جديد وخطة جديدة. تذكروا بالفيديو الماضي حكينا لكم بس وصلنا مشهر آذار بدنا نزرع دوار الشمس. يعني هو هذا الشهر، هذا الأسبوع، هذا الشهر والشهر الجاي هو موسم زرعه، وحصده عن قريب يعني بعد 4-5 أشهر فيكون سبته مثل ما يقولون قريبة. وطبعا في عنا هون بطاطا بس نحن حاليا ما عنا أرض فاضية لأنه عنا الأرض هي رح تطول لما تفضى، فلذلك أنا بس فضيت حتى ما رح أزرع شيء، أو ممكن نشتري أرض ثانية نخصص كل أرض لنوع معين من المزروعات. تمام، المهم هلا نحن بدنا ناخد، طبعا اخترت هذا المحصول لأنه الأوت يعني تبع الحصن مو مهم، وهذا الكرون اللي هي الذرة يعني بكير عليها لسه بدها شهر الجاي وما بدي أزرعها لأن جربتها كذا مرة. هلا نحن بنزرع هون شوندر القصب شو اسمه هي دوار الشمس، وكل دوره او كل شهر او كل سنه بنزرع محصول جديد لانه اساسا نحن مجبورين نزرع في يعني اذار وابريل وماي، يعني الثالث والرابع والخامس بس بهالثلاث شهور نقدر نزرع فيهم. بنصير بنغير كل مره بنزرع شيء ونعمل شيء جديد. المهم هلا خلينا نحن نزرع هذا المحصول ونروح. طبعا اشتريت هاي المعدات، طبعا هن موجودات بشكل اساسي، التراكتور ما تعرفوه انتو، هذول الاثنين الموجودات اللي هي هون، هي السماد اللي هي هاي والبذور اللي هي هاي، معروفة هذول نفس السيستم الماضي نفس الشيء بس، ولكن احنا نرجع نحكي للتذكرة فقط. هذول انا ما شفتهم شنو وما اكتشفتهم. وفي عنا هون نجي لهون ندخل على هاي البلانت، وطبعا كل شيء فيهم نشوفه كلهم، الذرة ودوار الشمس والفاصورية والقصب السكر والقطن، كلهم نفس المعدات تقريبا، بس ولكن في فرق انه مثلا بتجي وحدة اعرض وحدة اضيق وحدة اغلى وحدة ارخص. مثلا انا اخترت هاي لانه بتجي معنا هاي وتجي معها مع تسميدتها، يعني فلهذا السبب انا اختارتها. هاي اول شيء، والتراكتور بحرية لكم شو بدكم تختاروا اختاروا. طبعا في شغلات لسه ما نزلت، في مودات سموه ما نزلت تبعية البلوين والشغلات هاي، انتظر شوي شوي ان شاء الله تبلش تنزل. في شوية مشاكل باللعبة صراحة بس يصلحونا اياها ما بعرف. اول حلوة كان اول فيديو المعدات تكون مسكرة او ايه مسكرة لا بتيجي مفتوحة بس جهز اشتري. هلا اول شي نحن بدنا نعبي، طبعا ما بعرف انه هو الصندوق الاكبر، اتوقع الصندوق الاكبر اللي هو ورا. لا والله قدام. اوكي تمام، انا اساسا والله اتوقع رح ينزل مباني جدا جميلة بهاي اللعبة مستقبلا. شوفوا هاي الارض كانت امبارحة لونها بيضة، طلع اليوم فيها شوف. طلع شلون صاير، طلع ديك شلون بيضة بيضة تماما. مهم طبعا هون المحصول تبعنا، انا اشتريت تراكتور شوي كبير عشان ياخد تحفيه بالحركة. اوه تاتش والله في تقدم سنة التركتورات يا او مع كرسي مساعد كمان نايس. ها نطلع على الارضي، والله هي شوفوا لو انه بس ما في طوبة. صح بدينا نحن بآذار ما بصير تزرع صح. من طبعا هو بين ما يكمل دورته انا راح اركب البيكام واروح اجيب الشغل الدر اللي ضليت. بس شلون اشيك أنا فكرة شو بدنا نشيلها؟ يعني أكيد ما راح أقدر أنا أشيلها بطفو، نضل فيها وزن تقريبا 300 كيلو.
انا اكثر شيء انت قطه بهي اللعبه شوف شلون انتبهت حركه السياره. كان اول حركه السياره تحسها تمام، لا شوف شلون تحسها تلعب دولات صغيره طبعا. والمشكله بس نامت على اليمين ما بترجع، مثلا راحت على اليمين ما ترجع للصف. هي أكثر الاشياء اللي ما حبيتها صراحه. وصلنا طبعا دورنا هيك معدة هي هيك مثل ستافة صغيرة بديها كهربا تكون. طيب خلينا نقوف طلعوا هاي هاي مشان تتفوت مثل شو يسموه هاي تتفوش التلج. هاي مشان تتفوش التلج جميل جدا. طيب خليني اخذ والله محتار اخذ هاي ولا اخذ هاي. طبعا راح اخذ هاي تمام. طبعا هي بتشتغل على المازوت هي بتشتغل على الكهرباء. الان خلينا نشتغل على الكهرباء ما بعرف شو بدنا نشحن بس المهم خلينا ناخذ تبعية الكهرباء. خلينا ناخذ تبعية الكهرباء ونحط عندي بالكراج. يعني احنا هلا بالغاية من اللعبة هلا حاليا عم نجرب بس الكهرباء وبعدين نشوف شلون بصير معنا شلون بنظبطها يعني شلون بتنشحن. اهم شيء ما بعرف انا شلون بتنشحن. شفت انا في عندي وحدات طاقة مثل يعني على الشيطان مثل طاقة شمسية أو طاقة الرياح وأشياء قمنا نرفع أو والله في أكيد يمين وشمال بس شلون شلون بدنا نفضيها هو الأهم من هذا الإشي. حلوة عجبتني. طب هن نزلها يا الأرض هن نشوف غرفتها المحبشة او لا ليش انا ما اخذها خليها هي هون انا بتنزلني انا هون مشان ستافة بدي افضي شي يعبي شي هون شلون بدي اشحنها ما بعرف بس لانه هو لازم نستفه على فكرة يعني باري يلا بلكي بكرة بنزلونا هيك كم جرب او شي. رايهم ماشي هذا قرب يخلص في تركتور تعرف شان رش الزيت اروح اجيبها اروح اجيب التريلا عشان نرش ليم بلوين. البلوين مو ضروري بس اهم شيء الليم كان لازم نرشين ليم على الاقل بنجرب نحطه فوق الزرع شوف هو لازم ينخلط مع التراب بعد الحق بعد ما تحصد قبل ما تحرف بستخدم المفروض. انا كل حال راح احتاج التريلا لا بروح اشتري التريلا وارجع خليني نجرب هاي ولا هاي ناوية ما اتركه بيكون مزروع شي هاي طيب هلا بنروح نجيب تريلة الليم ونعبيها الليم اكيد هون في مكان تشتري منه ليم ما بعرف وين. لو رات كان جبن لايك في تحسينات كثير صراحة روح نجيب
التريلتي. يقول انه الكهرباء ما لها صوت. بدأ زي الصفرة. طلع الكرسي بهز. انا ورجعت. شو الكرسي بهز؟ نايس جميل جدا. في شغلات جميلة صراحة بس ولكن لسه في شغلات كتير يعني. اولي كنا ما بلش فيه والله بتحس فيه جمالية. هذا ما حبيت صراحة ما بعرف ليش. والاهم شيء انه هي شغلة انه الاراضي راح اشوف هو شيء حلو انه خليك هيك اجبرك انه انت لازم يصير عندك فرصة انك تجرب كل شيء وتفكر انك تجرب كل شيء. كان اولي محصورين احنا بنوع او نوعين من المحاصيل بس هو لو انه يسووها تفاعلية اكتر يعني كيف قبل ما عليها انه خلينا اشتري تريلا بعدين محكي هاي تبعيت لي طبعا تتذكروا هاي بس نحن ما نحتاج نحن نحتاج يعني هاي 12 هاي 12 وكفي يا شيخ من كبر اراضينا وتتلف نحتاج اكتر من هيك يعني صراحة بس بنعدلها يعني من كبرها شوي صندوق ما ايوه بدي البيك اهم شيء نشتري شيء 20 طبليت هم تعال نشوف هون في دي والله فيها دي كويس 2000 تعال نشوف لنا نجرب لنا اوه في كل شيء هون حلو استعرف هاي شان ايش هاي انه تنشال بدل ما كنا اولي من الجبار بنحط الستافه من تحت مثل ما تكون شفتوني شلت فهلا بقدر اشيلها من هون شلون شلته طبعا هذا يتفضل من تحت بس لازم ما فيش طريقه تانية لازم ما بيجوجح شو عم دحملك اللي انا فيها هلا شيل الفتافة هي في لها حنفية من تحت عشان بكرة مثلا نستخدم فيها بتاع هاي شيء ماشيين ورا شيء فاتوقع انه هاي طريقة انه تعبى فيها اتوقع ذلك طيب خليها دور ثاني ربي بس من هنا وهدي الله اعلم من هي ولا من هي طبعا صار في بطء بالتعب كان اول التعب اسرع من هيك حلو كمان شغله حلوه جديده لازم يضل الصندوق مفتوح ميت لايك يلا بنلحق ما يخلص شكله خلص انه مزمر لي والله بلش خلص عنده شوي طور ما بس ما بقدر اسمع انا بدي اشغل هذا يمشي يقدر يقدر ما قبل لانه لازم هذا الحق قبل ما نحط الارض قبل ما ينحرث الارض فهي هي هيك رسميا بالاصدار القديم الماضي ما كان في هيك شيء هاي بناخذها من صخرة كان حاسة الكوف
الشارع كان بيمر بيقول هذا قد غني كمان في أسهل إلي يعني. بكل هون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لكم للمشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.